هي اللي تكرهني وسوت شغلات سيئه ليا يعني. يا سيارة بني زين من دال، اليوم جاتلكم فيديو جديد، وفيديو راح يكون ردة فعلي على صوري في فترة المتوسطة او صور التخرج في فترة المتوسطة. صور مرة محرجة، فحس نفسي كان شكلي غريب. اذا حبيتوا او عندكم تعليق خاص اكتبوا كومنتات، لاني انا راح افضح حاجات كثيرة. قبل ما ابدا الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الاشعار عشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات اللي انا انزلها، وكمان لا تنسوا تابعوا قناة نارين وتازو وقناة العائلة، بحط لكم في صندوق الوصف، كمان تابعوني على الانستغرام لاني انزل فيه كل شغلات جديدة، بحط لكم الاسم هنا وتروحوا تتابعوا وتوقفوا الفيديو وتروحوا تتابعوني على الانستغرام حالا حالا فضلا وليس امرا. يلا نبدا الفيديو. هذه كتاب المدرسة، أقول حقة التخرج، صورة التخرج. طبعا هذه المدرسة ما قعدت فيه كثير زي نارين، يعني نارين قعدت تقريبا في سنة ونص، لأنه احنا كنا منتقلين مثل ما قلت لكم إن احنا انتقلنا في فترة المتوسط. انتقلت في تقريبا في الترم الثاني من فترة ثالث متوسط. هذا هو كان مدير المدرسة، كان مرة عسول وطيب، وهذول الأولاد تقريبا أعرف واحد منهم، أعرف هذا كمان، هذا كان معي في الصف، وهذا الأساتذة الخاصين. طبعا الثاني حقتي هذا هو، وهذه هي الساحة المدرسية. هذه الأستاذة وهذه الأستاذة تقريبا أعرفهم، بس مو معرفة شخصية يعني، تقريبا سلام. هذا الحين وقت يوم الرياضة، يوم ما عملنا الرياضة تقريبا لبسنا لبس عجايز أتذكر. هذه اسمها سوءة، هذه سوءة كانت مرة عسولة وكيوت، تحسها طيبة وكان مرة محبوبة. هذا الولد تقريبا كان مع نارين في نفس الصف. أنا أقول لكم ما كان عندي معرفة كاملة فيهم، المدرسة كان بس في شعبتين، شعبة واحد وشعبة ثانية. هذه هي أستاذتهم، كانت هذه الأستاذة اسمها أستاذة الإحباط، حبطتني وخلتني أنتقل لمدرسة ما كنت أبغاها. كل ما أقول لها أبغى أروح مدرسة تقول لي لا هذه المدرسة صعبة وما أعرف إيش، فحسستني بعدم الثقة بنفسي. وهذه هي شعبة اللي كان فيها مين، هذه البنت كانت جارتنا وأمها صديقتنا يعني معرفة فيهم، بس ما كانت تتعامل معهم. هذه البنت تقريبا كان حلمها تصير ايدل، بس كانت تكرهني وما تطيقني في فترة الثانوية، حاولت انها تأذيني كثير يعني، هي انا وياها انتقلنا في نفس الثانوية. هذا الولد كيوت، يحبوه كل البنات لانه قصير وطريقة كلامه كيوت. وهذا الولد كان يتعرض للتنمر كثير في حياته. هذا اسمه باكي، وبين يوم من الايام اعطاني فلوس وكذا وعمل موقف جميل. هذه البنت مرة عسولة طيبة وحبوبة وحبيتها، وكمان أنا صاحبت معها حتى في فترة الثانوية. كانت هي انتقلت للمدرسة وبعدين رجعت لثانويتنا وصرنا أصحاب. هذول البنات تقريبا لحد ما طيبات، بس هذه البنت برضو انتقلت لنفس الثانوية اللي أنا فيه. هذا كيم يونغي اللي أنا صورت معها في فيديو التخرج حقتنا. الحين هذول صور البنات. هذه البنت كانت حلمها تصير ايدل قلت لكم، بس هي ما تطيقني، لو هي عارفة اني انا قاعدة اصورها بهذا الشكل بتقلب لانها تكره شكلها، وكانت انسانة لا شكلا ولا قلبا يعني، داخلها وخارجها مرة سيء، كانت تكرهني من جد من جد تكرهني، وما اعرف ايش سبب كراهيتها لي. هذا اسمه على اساس هذا الولد الوسيم، وهذا صاحبهم، وهذول الاصحاب كلهم وسيمين وكذا وشله معلقين. هذا الولد دائما اشوفه في الفيسبوك، ولا يوم فكرت اشوف اطلب صداقه. انت تعتبر ببدايه كانت تعاملني بلطافه وما اعرف ايش، بس بعدها صارت تعاملني بطريقه خشنه او يعني منافقه الى حد ما، كانت تحب انه الناس يعملوها بلطافه، هي كانت تحاول تكون مثلهم وكذا معاهم وزي كذا، بس ما كان احد يعبرها. هذا الولد تقريبا لا يؤذي ولا يسوي شيء، طيب حبوب. هذا الولد اسمه يوسف، ما بيننا ذاك العلاقه قويه كذا، كان يا كلام. طبعا هذه البنت عسولة طيوبة القصيرة مرة كانت تحبها، كان هي أقصر واحدة في البنات، بس كيوت وشخصيتها حلوة يعني، جدعة إلى حد ما. هذه اسمها هيجي، كانت معايا برضو انتقلت معايا للمتوسطة، اتقاطعت من البنات، كانت صديقتهم بس قاطعوها، ما أدري إيش سبب المقاطعة، بس إنه كانوا ما يحبوها، كانوا يتعاملوا معاها وكأنها ولا شيء بينهم. تعرفوا البنات لما يقاطعوا بعض، بالذات الكوريات، ولا يعرفوا بعض وكأنهم ما كان فيهم أي صداقة.
على عكس الأولاد يعني أنا أشوف الأولاد مهما تقاطعوا مهما شيء يرجعوا لبعض. هذا وتين دائما كان يتعرض للتنمر في فترة الثانوية وأنا كنت دائما أحاول أساعده بس ما قدرت أداوره في وسط البنتين. هذه البنت لحد ما طيبة ما كان بيننا هذا وهذه عسولة طيبة وهي صديقة البنات كلهم وكانت شخصية مشهورة ونفس الوقت كنا أنا وياها في نفس الكلاب اللي هو النونغو. يوم هذا تقريبا سافر بدال الفرنسية إلى فرنسا وجدت الفرنسية اللي أنا صورت معها فيديو. فإذا تحبين تشوفوه بحط لكم الرابط في صندوق الوصف الفيديو. وذا مين هو؟ والبنت هذه كانت لساتها منتقلة لعندنا جديد يعني ما قعدت تقريبا إلا شهر وتصورت صورة التخرج معنا اسمها جيون. حبيتها مرة حبتني بدون سبب وصرنا أنا وياها أصحاب وكنت أستمتع بالكلام معها لأنها كانت بنت فلة ومرحة. هي اللي تكرهني وهذه جارتنا وهذا كيم يونغي. يونغي عسول على فكرة. كيم يونغي أنا وياها أصحاب وهذه اسمها هيجو. أنا ما حش عليها بس هي ما كانت طيقاني صراحة وسوت شغلات سيئة لحياة لي يعني. وهذا يونغي وهذا للأطلاب. يوم التخرج صور التخرج دي عسولة أنا أحبها مرة. قلت لكم أنا ما عندي علاقة قوية فيهم بس هذولا هذه هي مرة طيبة وعسولة. طبعا هذه البنت طبعا كانت صاحبة كل هذولك البنات وصاحبة هذه ويوم تقاطعني وأسلوبها كان وقح معي في فترة المتوسطة بدون سبب كمان تعاملت معي بطريقة خشنة. وهذه صورة شوفتها هنا أنا هنا أنا نداي أنا شوف 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 كل شوف ما أدري إيش كنت طالع بس ما أدري كان في حسرة وصفور كانت طالع لي. قاعدة أبحث عن نفسي أتصح لمنها هناك لا يا رب العين بيردة. هذا في شيوك تهوي حقت الطلاب. أنا ما كنت موجودة كنت في المدرسة الأولى في الشيوك تهوي. هذه الرحلات اللي سووها في فترة المتوسطة كنا نسوي الأنشطة في المدرسة. ما كان فيه إلا عندي صورتين في فترة المتوسطة كان أشكالهم غريبة. إيه اللي أشوف البنات متغيرات صراحة فترة المتوسطة غير. هذه المدرسة كان أكثر رحلات فيها صراحة في فترة المتوسطة كله رحلات كله دلع 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 الدراسة لا شيء. هذه الحين شعبتي يعني هذه البنت كانت ودلوعة حقتهم حقت البنات كامل بس بالنهاية قاطعوها هي وهذيك البنت اللي تكرهني. سبحان الله الثنتين اللي يكرهوني تقاطعوا من كل هذا البنات. هذه البنت بداية صاحبتني وكنا أنا وياها أصحاب بس بالنهاية شوية تغيرت علي. وهذه البنت أنا وياها أصحاب هذول الثنتين الثلاثة كنا أصحاب وهذه كانت شوية صاحبتها وبعدين صارت مع هذه صارت هذه ما عاد تتكلم معي كثير وكذا بس إنها كانت طيبة ما كانت سيئة. فالمهم إنه هذه اسمها إنسو كانت مع نارين انتقلت في نفس مدرسة نارين بس هي كانت طيبة كانت رئيسة الفصل بس ما تحب أحد يكون أحسن منها بس كانت تدعمني شوي إلى حد ما. هذا أستاذي أستاذي الأسور يعني شخصيته مرة فلة كوميديا إلى حد ما. هذا تشانيان أو ما أعرفهم كثير بس أعرف أكثر شيء أنا لعبت معه اللي هو تونجون وديا وديا أيوة ده هذا مرة فلا وكل مرة ألتقي أسلم عليه مرة حبوب يعني. أنا مجتهد بدراسة طبعا وأنا على فكرة موجودة فيهم فين أنا أين أنا صراحة أشكال المتوسطة يعني تستعر منها لأنه شكلنا غريب شكلنا يعني هذه بنت عسولة طيبة طيبة إلى حد ما من جد يعني هي كنا بنفس الصف. هذه أك نادا نادا هذه كانوا ما حد يعاملها لأنها كان عندها مشكلة ما تتكلم أو عندها زي اللي يقول لكم مرض بس أنا كنت مرة صديقتها وكنت أحبها وأتعامل معها.
المهم هذه باكسوبين كانوا، وهذه اللي هي أنسو كانت مرة عسولة، وهذه كان مرة طيبة أنا حبيتهم إنهم كانوا طيبات والله، ما كانوا مصطنعات. بس هذه اللي أول ما جت ما كانت طايقتني من أول مرة، يعني كانت تتعامل معي وخشمها مرفوع. وصلنا لنهاية الفيديو، إذا حبيت الفيديو يا ريت تحطوه بكومنتات. صراحة ما كان في فضائح كثيرة، إيه تقريبا إلا 3 صورات إلى حد ما، لأنه أنا ما درست في هذه المدرسة إلا من الترم الثاني في ثالث متوسط. فإذا حابين تشوفوا صور كثيرة أو فضائح كثيرة أو ردة فعلي على صور القديمة يا ريت تحطوا بكومنتات، وإذا حبيت الفيديو يا ريت تحطوا بكومنتات، وكمان لا تنسوا تشتركوا في القناة، وكمان لا تنسوا تتابعوا قناة نارين وتاسو وقناة العائلة في صندوق الوصف. أحبكم مرة، باي.